وحشتني لقاء الطرب والفن الأصيل، النجم تامر عاشور في التاسعة مع هدير أبو زيد. حفلتي كانت من أهم الحفلات لي الحقيقة في الفترة دي. حوار خاص على هامش مشاركته في مهرجان العالمين. تقولي بقى عن كواليس الحفلة. عدد الجمهور كبير جدا. قمت أحلى الدنيا في عيني وأنا جنبك فما تبعدنيش. يكشف فيه كواليس أحدث أغانيه وعلاقاته الممتدة بالأغاني الحزينة. هو ده لاين ده بتاعي يعني مش بتاع حد وشدي الحد. ماركة مسجلة باسم تامر عاشور. كيف يرى حال الأغنية المصرية الآن؟ السلاح ذو حدين يعني. وما هو الجديد الذي سيقدمه في صيف 2023؟ إحنا الدنيا الحلوة بنسهل. الأغنية تنزل كده بعد 4 أيام، بس أغنية صيفي يعني تقلقوش. صيفي بلون تامر عاشور. التاسعة الثلاثاء على قناة مصر الأولى.